رحنا مشوار، شربنا فنجان قهوة. لهلأ؟ صارت الساعة 2. أصلا طلعت 11:30، مالي خبر إنك جاي. صلي 5 أيام عم بتصل فيك، لا حدا عم يرد بالبيت ومسكر موبايلك. أنت يلي مسكرة موبايلك. سهير، أنا مسافر وبدي إياكي ما تطلعي من البيت، وإذا طلعتي بدي أكسر إجريك. اضرب الحب شو بيزل. السلام عليكم ابو زهير. وعليكم السلام ابو زهير. 5 عشرات، 50,000 بربحك فوق مصرياتك وبتطلع. شو قلت؟ شو رايك انت تاخذ 50,000 وتطلع برا؟ اصبح من بيع، وكلني شريك. وكلتك على بركة الله. وهي حسان شاهد. سلام عليكم. لك شو كان بدي بشريك انا؟ بس يلا، الحج رشيد بحبه. والله سعيد ما في منه. إلا كان وحداوية على بعضكم. قولي شكلها رح تعلق. ها يفضح حريشك. شو بتحب الفايدة؟ الو، اهلين ابو محمود. على راسي يا طيب، شلونك يا حجي؟ ضاعة ما في منها بكل السوق ابو محمود. لك يعني في منها بس مو بهالاسعار ومو بهالنظافة. على راسي. الله يخليك يا ابو محمود. الاسعار لا تحكي معي منو بنو. لا وحياة ولا امرك. كمان امرك. خلص خلص بلا هال10,000. هلا بحمل لك وباخذك البضاعة فريرة. على راسي. معلوم بعرف هالورق. لك طبعا بعرفها. شو مفكرني حمار؟ على راسي بعرف. على سلامتي. سلام عليكم. خاطرك. هلا بلش الشغل.